الجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ما ترك شيئًا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وأمرنا به، وما ترك شيئًا يقربنا إلى النار ويباعدنا عن الجنة إلا ونهانا عنه. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، ولا تجعل بأسها بينها، واحفظ دماءها وصن أعراضها وارفع قدرها بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، من جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أتحدث عن جزء من جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صدرت الخطبة بكلمة من، وهي للتبعيض، يعني بعض، ولم أستطع وحاشا وما كان لي أن أقول جوانب العظمة. ما يستطيع بشر أن يتحدث في جوانب العظمة في حياة النبي. مين ده؟ مين يتكلم في جوانب العظمة؟ لا يعرف قدر رسول الله إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. حدش يعرف قدر النبي ولا عظمة النبي إلا رب النبي سبحانه وتعالى. أما نحن فنأخذ جزئيات صغيرة صغيرة. رحم الله الإمام المزني صاحب الشافعي عندما قال: ما نحن في من قبلنا من العلماء إلا كبقل صغير، يعني البقل هي نواة البلح، كبقل صغير بجوار نخل طوال باسقات، نواة صغيرة بجوار نخلة طويلة باسقة، يعني لا قيمة لنا أمام أسلافنا، فكيف قيمتنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنى للثرى أن يطأ السرية، أنى للعصفور أن يتحدث عن الصقر، ما قيمته وما قدره؟ قالوا: وقفت ذبابة حقيرة على نخلة عملاقة، ذبابة حقيرة وقفت على نخلة عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت للنخلة: تماسكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. الذبابة بتقول للنخلة: امسكي نفسك عشان أنا حنطير. فقالت النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة، وهل شعرت بك عندما نزلت علي حتى أتماسك وأنت راحلة عني؟ أنا أصلا ما حسيتش بك وأنت نازلة عشان نعمل حسابك وأنت طالعة. فنحن ما هو قدرنا بجوار النبي؟ احنا بنتحدث عن جزئيات، بنحاول نستكشف بمرآتنا الصغيرة بعض ملامح العظمة من حياة هذا النبي الأعظم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أخذ منه جانب الربانية، وجانب الربانية وإن كانت الجوانب كثيرة لأن أنا شخصيا محتاج إليه، وأظن أن إخواني الذين عشت وسطهم حقبة من الزمان يحتاجون إلى هذه الجزئية الربانية. يعني ربانية؟ يعني علاقته بربه. الربانية ان انت لك علاقة مع الله. ما هي علاقة النبي بربه صلى الله عليه وسلم؟ لانه على هذه العلاقة تنبني امور كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بربه لا ينقطع عنه البتة، يعني ابدا ما ينقطع عن ربه تبارك وتعالى. كيف لا وهو الذي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله في بيته
يلاعبنا ونلاعبه ويحادثنا ونحادثه، فإذا سمع منادي الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا إيه ولا نعرفه، يذهب إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. علاقة قوية بالله تبارك وتعالى. عائشة هي التي تقول نام بجواري صلى الله عليه وسلم حتى مس جسدي جسده صلى الله عليه وسلم، يعني لحد ما لمست جسم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم استأذنني، يا سلام على الأدب النبي في كلمة استأذنني، فقال يا ابنة الصديق هل أذنت لي؟ ممكن تأذني لي؟ وسكت ما قالش أنا رايح فين. فقالت والله يا رسول الله إني لأحبك، أنا أحبك حبا شديدا، ولكني أعلم أين تذهب، أنت ذاهب إلى ربك وأنا أوثر ربك بك. يعني أنا عشان أنت رايح لربنا ما نقدرش، ما أنت رايح لوحدة تانية من الزوجات، رايح لربنا. قالت فقام وصلى وسجد فأطال في السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما خفت عليه وخشيت عليه حرك إصبعه، سمع عائشة تضطرب وبتبكي وخايفة على النبي، حرك إصبعه فعلمت أنه حي. فلما انتهى من صلاته قلت يا رسول الله أطلت الوقوف وأطلت السجود وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. دي الربانية بقى، الربانية أن يكون في علاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذا خلى كل خليل بخليله وصفى كل حبيب ما حبيبه اختليت أنت بالله تبارك وتعالى. ولذلك من أفضل الصلوات صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل والناس إيه؟ والناس نيام. ليه والناس نيام؟ أنت وحبيبك بس، ركعات بالليل والناس نيام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ألان الكلام، يعني ألان الكلام يعني أسلوبه كويس، يعني لسانه يطلع شهد، كن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا. من ألان الكلام وقولوا للناس حسنا، الناس اللي بتتكلم وتسب، لا المسلم ليس بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. من ألان الكلام وأطال الصيام وصلى بالليل والناس نيام دخل جنة ربه بسلام. أسأل الله لي ولكم الجنة، يعني شيء قليل جدا. فالنبي كان علاقته بربه بالليل ممتدة، عنده من الزوجات 9 صلى الله عليه وسلم، وعنده الخير الكثير، ومع هذا كانت علاقته بالله لا تضاهيها علاقة. دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله ذات يوم وهو يصلي صلاة القيام في المسجد، فقال ابن عباس رأيت رسول الله يصلي وحده، فقلت اليوم أخذ نهمتي، يعني أخذ راحتي بقى أنا والنبي بس، أنا والنبي لوحدنا، أخذ نهمتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابه كانوا يحبوا النبي، أصحابه كانوا يحبوا النبي حبا شديدا، أكثر من أولادهم وأكبادهم، أكثر من أموالهم وأنفسهم وأرواحهم. فقال ابن عباس فدخلت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ سورة الفاتحة ثم استفتح بسورة البقرة ألف لام ميم. قال فقرأ حتى بلغ الآية 100، فقلت يركع عند 100، يعني يقرأ 100 آية ويركع، فتجاوز 100، فقلت يركع عند 200، يعني يقرأ 200 آية ثم يركع، فتجاوز 200، فقلت يركع عند آخر البقرة، فتجاوزها ودخل في ألف لام ميم آل عمران، فقلت يركع عند 100 من آل عمران، فتجاوزها، فقلت يقرأ آل عمران كلها، فتجاوزها ودخل في النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فقلت متى يركع؟ قال فظل رسول الله يقرأ حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فركع ساعتها وإذا عينيه تزرفان بالدموع صلى الله عليه وسلم. قرأ
ما يقارب أربع أجزاء أو أكثر من أربعة أجزاء من القرآن الكريم، أربع أجزاء، قرأ قراءة كثير أكثر من 120 صفحة من المصحف، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، هو أكثر من 55 عاما، يعني لم يكن صغيرا. احنا بنصلي بقول هو الله واحد وإنا أعطيناك الكوثر ولإلاف قريش، هذه صلاتنا وصلاة الشباب. حتى أن ابن عباس نفسه قال والله لما أطال رسول الله القراءة هممت بأمر سوء، يعني كنت هنعمل موقف مش كويس يعني. فاصحابه سألوه بماذا هممت، قال هممت يعني فكرت أن أترك رسول الله وحده يصلي وأنصرف، سيب النبي يصلي وأنا نمشي، من كثرة ما أطال في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. جانب الرباني عند النبي هو الذي أعطى النبي المقام المحمود يوم القيامة. الجانب الرباني عند النبي اللي ادى النبي مقام اسمه مقام الشفاعة. لما حصل النبي على الشفاعة يوم القيامة؟ بعلاقته بربه في الدنيا. ولذلك أقول يا إخوة، من أراد أن تكون له شفاعة في الآخرة فليقدم شيئا في الدنيا. تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. سيدنا يونس بن متى لما ابتلعه الحوت ماذا قال الله عن يونس؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين. يونس عليه السلام كان في دنياه من المسبحين، لولا هذا للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان في الماضي مسبحا، فساعة البلاء أنجاه الله لتسبيحه. ولذلك يونس بن متى سبح في البحر وفرعون سبح في البحر، فاستجاب الله ليونس ولم يستجب لمين؟ لفرعون. والاثنين سبحوا والاثنين في البحر والاثنين غرقة، بالعكس ده كان يونس تحت البحر لكن فرعون كان على وجه الماء لسه لم يغرق بعد. لكن يونس كان عنده رصيد، عارف لما يكون الكريدت بتاعك متزبط فتروح تاخد سيارة، تاخد الكريدت بتاعك ما عندكش مشاكل، تشتري بيت تشتري براحتك، لكن الكريدت بتاعه خربان وبايظ وعامل ومكسره، لا انا مش عارف اخد حاجة، احنا الكريدت بتاعنا عامل ايه؟ ده الفرق بين يونس وبين فرعون. وهذا هو السر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حقق علاقته بربه استحق يوم القيامة المقام المحمود، استحق يوم القيامة أن يحمل لواء الحمد، استحق يوم القيامة أن يكون الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. كما في حديث البخاري ومسلم أن الناس يوم القيامة، الحديث اللي ذكرته للناس يوم في درس السبت، ودرس السبت يا إخوة درس هام جدا، أتمنى الإخوة يعني 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 أهيبوا بإخواني أنهم يحضروا، يعني يبذل فيه جهد إخوة موجودين يعني، وإدارة المسجد بتسجله وتنزله على الويبسايت، أتمنى الإخوة يحضروا فيه يعني حتى يزداد. يعني أحد الإخوة بيقول لي النصارى بياخدوا أبنائهم للكنيسة واليهود بياخدوا أولادهم للمعبد وبيذهبوا فيهم الأجازة، والمسلمين المسلمين لماذا لا يأتون في هذا اليوم؟ يعني يوم الراحة، وإحنا عملنا الدرس يوم السبت على أساس يكون يعني نهاية بداية الويك إند وصبح تنوم أجازة، يعني فيه مسجدنا يا إخوة مسجدنا. ويعمر بكم ليس بغيركم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ربنا اجعلني وإياكم منهم، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبالله عليكم دي رسالة، نحن نواظب على بيوت الله فنعمرها ونرفع من قدرها ومن شأنها. حديث الشفاعة في البخاري ومسلم، الناس يوم القيامة لما يزداد عليهم الكرب يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم، حديث طويل أقوله باختصار، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه، فاشفع لنا عند ربك حتى ينجينا من هول الحساب. فماذا يقول آدم؟ يقول والله إني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، عصيت ربي معصية أستحي أن أطلب بعدها. آدم عصى مرة فبيستحي، فكيف بعصياننا نحن؟ ما أكثر العصيان وما أكثر الغفران من رب العالمين سبحانه وتعالى. عصيت ربي فأكلت من الشجرة وإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهب الناس جميعا
إلى نوح عليه السلام فيقولون نفس الكلام، اشفع لنا عند ربك، فيقول اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي لست لها. فيذهب الناس إلى إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم أنت خليل الله وحبيب الله فاشفع لنا عند ربك. يوم حساب يا إخوة، يوم طوله 50,000 سنة، يوم طوله 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة، والآية الأخرى 50,000 سنة. حتى أنه جاء في الحديث الصحيح يتمنى الأنبياء يوم القيامة، يتمنى الأنبياء والصالحون الانصراف ولو إلى جهنم، يقول يا رب دخلنا جهنم بس بلاش الوقفة دي. نسأل الله لي ولكم السلام، وأن نكون من الآمنين يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. يقول إبراهيم لست لها، فيذهبون إلى موسى، يا موسى أنت كليم الله، كلمت الله عند الطور، اشفع لنا عند ربك. فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون، يا عيسى أنت روح الله، ولدت من غير أب ونفخ الله فيك في أمك من روحه، فاشفع لنا عند ربك. يقول لا والله ما أنا الذي أشفع، نفسي نفسي، إن ربي غضب غضبا شديدا، اذهبوا إلى خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والكل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، فيذهبون إلى رسول الله صاحب المقام المحمود، صاحب الدرجة العالية الرفيعة، هي دي اللي احنا بنذكرها بعد صلاة بعد الأذان، وابعث اللهم المقام الذي محمود الذي وعدته، مش كده؟ والدرجة الرفيعة هي دي الدرجة الرفيعة، هو ده المقام المحمود، وهذه الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. الناس يقول يا رسول الله محمد اشفع لنا، فيقول نعم أنا لها. عنده رصيد مظبط علاقته بربنا، الربانية عنده تمام، واثق من نفسه، يقول أنا لها. يقول فأذهب تحت العرش وأسجد، يتزلل مش عن كبر. ولذلك أنا قلت كثيرا يا إخوة، تلاقي الناس حتى في الدعاء يوم الجمعة بيقول آمين من غير نفس، أن يستجاب له. يقف آمين كده، تعادل كده واستقبل القبلة وارفع يدك وقول آمين، طلع من قلبك، أنت خسر حاجة، أنت هتدفع من جيبك، قول آمين آمين بس. تلاقي الناس يخل في حرص كده بتكلم ربك. النبي قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، وكان من السنة في الصلاة أن يقال آمين ويطال فيها آمين. لماذا؟ آمين اسم فعل في اللغة العربية، اسم فعل أمر، اسم مستجب، يعني استقبل يا الله، وأنت تؤمن والملائكة تؤمن، ومن السنة التطويل. ليه التطويل؟ كل حاجة لها عندنا في الشريعة معنى. لآمين لماذا؟ لأن الملائكة تؤمن. قال رسول الله من وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له. فاحنا بنطولها عشان نصادف الملائكة مع بعض. فيسجد تحت العرش، يقول فأحمد الله بمحامد كثيرة، وأثني عليه كثيرا، وأبكي وأقول أمتي أمتي. فيناديني رب العباد، يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيرفع النبي رأسه ويقول أمتي أمتي، فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد أما يرضيك أني قسمت القيامة بيني وبينك نصفين. يوم القيامة ده خلوه أنا وانت بالنص، قسمت القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. اللهم صل على محمد. أيرضيك يا محمد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم والله ما أرضى وواحد من أمتي في النار، والله ما أرضى واحد من أمتي في النار. فينادي رب العالمين سبحانه وتعالى أخرجوا من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة علاقتك بالنبي دي الربانية اللي احنا عاوزينها بقى، لما يكون عندي هذا الرصيد الرباني والعلاقة بالله تبارك وتعالى ومعرفة النبي الحق في هذا الجانب، ساعتها يتقبل الله منا. نحن أو بعضنا، لا أقول طبعا الكل، بعضنا لا يعرف عن النبي شيئا، لا يعرف عن النبي إلا حتى النهاردة أصبح اسم النبي يذكر في الأفلام والمسلسلات والراقصات، والله يذكر كده، يقول لك ده كان في فيلم بس بتصلى على النبي، ده كان في واحدة راقصة بس بتصلى على النبي، ده واحدة والله والله رأيت اليوم على ما أذكر على الفيسبوك كده، واحدة راقصة عارية
كاتبة على الفيسبوك كده إيه؟ بعد ما صلت على النبي طبعا كاتبة رب اشرح لي صدري. فواحد علق لها تحت قال لا بس أنت غطي صدرك وبعد اللي انشرح سهل. فين الصدر اللي يشرحه؟ لو تبقى واحدة عارية وكاتبة اشرح لي صدري، لا قول يا ربي غطي لي صدري الأول بعدين اشرح. العالم مش فاهمة دينها، مش فاهمة رسولها صلى الله عليه وسلم. ماشيين عارية وتقولك ماذا يعلم عن الإسلام؟ يعرف من الإسلام اسمه؟ ماذا يعرف عن المصحف؟ رسمه؟ مصحف مرسوم باللغة العربية بالخط العثماني؟ دي قضية هامة جدا جدا. ماذا نعرف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هذا الجانب الرباني، هناك جانب بشري من جوانب العظمة في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان بسيطا، كان عادي. القرآن ماذا قال عن النبي؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر بنأكل ونشرب زي زيكم، كل الحكاية اللي بيوحى إيه؟ إلي. ولذلك المشركين اعترضوا على موضوع أنه بشر، قالوا إيه؟ إيه ده؟ ده رسول؟ وقالوا سورة الفرقان ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذا بقى ده رسول، ده هو رسول يبيع ويشتري ويمشي مع الناس؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما ليعمل إيه؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. مفروض يكون معاه ملك كده هو يعني يتشل من على الأرض ويبقى طاير كده. لا، الخرافات دي مش موجود. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كان بشرا، كان بسيطا. حتى بيت النبي، والله أنا مرة تجولت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تجولت في الكتب وليس في بيته، عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت ماذا؟ وجدت عجبا. تستطيع أنك يعني لو نحدد لك بيت النبي عارف كم في كم بالشكل الهندسي كده؟ أنا نوصفه لك من حديث عائشة، وحضرتك أنت أكثر ثقافة مني تعرف بيت النبي كان كم متر في كم متر. الناس اللي ساكن في بيت صغير أو ساكن في بيزمنت أو ساكن في الأتك أو ساكن مزنوق والحاسس الدنيا ضيقة عليك، طب شوف النبي كان ساكن فين، ستجد نفسك أفضل حياة من حياة النبي عشرات المرات. بس الفارق النبي كان هنا مطمئن. فعائشة تقول إيه؟ كانت حجرتي 9 زوجات كل واحدة في حجرة صغيرة كده، كانت حجرتي يقوم النبي فيصلي فيها قيام الليل، فإذا ما سجد لا يجد متسعا. ما هي عائشة نايمة، فأنا نائمة بين يدي النبي، فإذا سجد غمزني فلممت رجلي، تسحب رجليها عشان توسع مكان للنبي يسجد فيه. طبعا ما فيش سرير وما فيش الكومودينوهات والسراحات والبرفانات، لا فيش نبي كانتش كنا ده. مش بقول انه حرام، لا، بس ما كانش موجود، ما كانش في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فإذا سجد لم يجد متسعا فألم رجلي فيسجد، فإذا ما قام مددتها. كم كانت حجرة النبي؟ حجرة النبي ما فيش مكان غير زوجته هي نايمة، لما تحب النبي يسجد سجدتين ما يعرفش يسجد في وجود عائشة صلى الله عليه وسلم. يدخل سيدنا عمر على النبي في يوم نايم في حجرته على الحصير على التراب، فعلم في جسد النبي، وكان جسد النبي ناعم رقيق أليل من الحرير والديباج صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر فإذا الخيوط معلمة في جسد النبي، فبكى وقال يا رسول الله تنام هكذا على التراب. كلام للإخوة المتناعمين، وأنا منهم، إحنا متناعمين، أسأل الله أن ينعمنا في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن نتذكر، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن تذكر غيرك. عمر يقول يا رسول الله تنام على التراب وعلى الحصير وأنت خير خلق الله، وكسرى وقيصر والظالمين والمفسدين ينامون على الحرير والديباج والاستبرق. فالنبي يقول أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ شوف الكلام، الناس بتقول لك يا أخي هو ربنا ما بيستجبش ليه، هو ربنا ما بيستجبش دعاء الناس الصالحين دول ليه؟ لو كانوا صالحين كان ربنا استجاب، لو الناس دول كانوا صالحين صحيح كما نسمع كان ربنا استجاب لهم يا أخوي. أما الليل ما دمهم نازل ومتبهدلين ومسجونين ورايحين في داهية، ويا ما دعوا أدي الدعاء بتاعهم ما استجابش، أو أتشمت في الدعاء؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال لا يا رسول الله، ده أنا آسف ما أقصدش. قال يا ابن الخطاب أولئك أناس عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، دول خلاص، أما ترضى أن يكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال رضيت بالله ورسوله قسما ونصيبا. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت بسيط جدا جدا، بيت متواضع، ليس كبيوتنا نحن الآن، بل هو كان بيتا بسيطا صغيرا
لكنه كان بالإيمان عامرا وبذكر الله ممتلئا، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وبعد، رسول الله حبيب الله حبيبنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي نسأل الله شفاعته وحوضه وشربة بيده يوم القيامة لنا ولزوجاتنا ولأهلينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين، هو الذي نتحدث عنه اليوم في بعض من جوانب عظمته في بشريته. كان بشرا، كان متواضعا، كان بسيطا في حياته، يجلس بين زوجاته يسألنه النفقة وليس عنده ما ينفق عليهن جميعا. لو أراد رسول الله لفعل يا إخوة، النبي لو أراد لفعل، ألم يأتيه جبريل عليه السلام ويقول له: يا محمد، إن ربك يقول لك: إن شئت جعلت لك جبال مكة ذهبا وفضة. ألم يأتي هذا ويبلغ النبي كذا؟ ماذا قال النبي؟ كم بشر، كان ممكن ايه المشكله يعني؟ بعد زي سيدنا سليمان، طب سليمان كان عنده الخير كله، يعني حرام في محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب ما سيدنا ابراهيم كان عنده من الابل والغنم ما لا تعد ولا تحصى، وموسى كذلك، شمال محمد يعني بفقير يعني؟ يعني مكتوب على الصالحين بفقراء ما ياخذ الدنيا. وانا لا افاضل بين نبي ونبي، حاشا ابدا، لا ارفع قدر نبي واحط من الاخر، حاشا، ده ايمان، والذي يفعل ذلك يخرج من المله، لان الله قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق إيه؟ لا نفرق بين أحد من الرسل. حتى النبي نفسه من تواضعه قال: لا تفضلوني على الأنبياء، لا تخيروني على يونس بن متى ولا على موسى بن عمران. تواضع منه صلى الله عليه وسلم. يقف زوجات النبي حول النبي يسألن النبي النفقة، هذه تطلب كسوة وهذه تطلب مالا وهذه تطلب طعاما، والنبي لا يجد، فلما لم يجد خيرهن. خيرهن يعلم براحتكم يا جماعة، أنا أدل عندي. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. أنتوا عاوزين دنيا، يبقى الدنيا دي مش عندي، أنا ما نملكهاش، اتفضلوا حضراتكم تعالوا أسرحكن، أمتعكن يعني أطلقكن أو أسرحكن سراحا جميلا، ندي كل واحد تأخذ اللي فيه النصيب ونسرحها نطلقها. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلنا جميعا: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. كان بشرا بسيطا في تعاملاته، بسيطا في كلماته صلى الله عليه وسلم، لكن علاقته بربه فاقت كل البشر، فكان أول من يدخل الجنة وأول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع ومشفع، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى السبت بعد القادم في تمام الساعة 7 مساء ستكون صلاة العشاء، السبت مش 7:30، 7 مساء، السبت بعد القادم يوم 25 يناير، يكون الاحتفال بصاحب الذكرى العطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفال أتمنى أن يليق بقدره، بقدر حبك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن نتواجد ونعلم الناس ونعلم أولادنا، كما قلت سابقا وأقول، أبلغ قبل الاحتفال بشهر، من أول الشهر احنا بنبلغ حتى لا تكون هناك حجة ولا أعذار، فمن جاء جاء لنفسي وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما أتيت يوم القيامة وانت بتطلب الشفاعة من حضرة النبي: يا رسول الله اشفع لي، قول لك: انت مين؟ مين حضرتك؟ قول له: انا فلان، كنت بنصلي عليك يا رسول الله، انا فلان اللي في يوم احتفال كذا جئت انا واولادي لاحتفل بميلادك واحتفل ببعثتك واحتفل بوجودك في الكون، انا من كنت احبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يعمل علاقة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم السبت بعد القادم 25 يناير الساعة 7 إن شاء الله. عندنا كوكبة من العلماء من كنتيكا ومن نيويورك ومن نيوجيرسي، 4 من العلماء ومن القراء ومن المنشدين ومن المبتهلين، حفلة إن شاء الله تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم بحضوركم. شيء آخر يا إخوة أبلغ عنه قبل أن أترك هذا المجال، قلته في الأسبوع الماضي، قلت موضوع اللي عمله أوباما موضوع أعياد المسلمين
وأعتقد كلكم دخلتوا على الويب سايت ورأيتم هذا. مطلوب من حضرتكم 100,000 يعملوا صاين على أن المسلمين يأخذوا أجازة في عيد الأضحى وعيد الفطر، أجازة مدفوعة الأجر، أجازة رسمية في أمريكا لكل الناس، طبعا للمسلم وغير المسلم الأجازة بتكون الكل، لأننا مواطنون نعيش في هذا البلد، نأكل من خيره ونعيش فيه، فلنا حقوق كبقية الناس. فالراجل ادانا والله لو عندكم صينتوا على 100,000 نديكم أجازة، احنا عندنا أكثر من 11 مليون. عملنا حملة 14 يوم، للأسف آخر يوم كان بالأمس، واللي صين فيها 55,000، 55,000 فقط من 11 مليون. لكن بعض الناس الصالحين جزاهم الله خيرا تواصلوا مع الهيئات المسؤولة في أمريكا وعملوا، قالوا نحن هنبدأ من تاني وحنبدأ من جديد بداية من اليوم الجمعة وحتى فبراير يوم 14، يعني معانا من النهاردة ألمس شهر، هنبدأ من جديد. ال 55 اتلغوا وحنبدأ من اليوم. أرجو الإخوة، في إخوة تعبتوا عملوا أوراق وعملوا اللينك بتاعنا عشان نصاير ندخل على الويب سايت، إحنا شغلتنا الكمبيوتر والكلام ده حاجة مش صعبة. أرجو الجميع مسلم كافر مسيحي ملوش ملة أيا كان يدخل ويصاين. أتمنى إن الجمعة القادمة نكون كملنا 100,000، ما ننتظرش إلى آخر المدة. ده اهتمامنا، ده دين بقى، ده ديننا. والناس أنا والله أقول جزوا خيرا الذين أرادوا أن يجعلوا لنا أجازة رسمية. إذا إحنا تقاعسنا بقى يبقى إحنا فلا نلومن إلا إيه، إلا أنفسنا. أتمنى أن، وعلى فكرة مسجدنا هذا المسجد أنا أشكر القائمين فيه كل المصلين، يعني أقصد هذا، لأنني وجدت تواصلا في الأسبوع الماضي عجيبا والله من عدد كبير من الرواد. كان يوم الجمعة 10,000 وصل في أسبوع واحد بانتشار الخبر إلى 55,000. أعتقد أن هذا المسجد كان لهم فيه، ليه فيهم يعني نصيب الأسد. أتمنى أن الجمعة القادمة أخبركم أن احنا اكتملنا 100,000 حتى يكون لنا شأن. يا إخوة آخر كلمة، آخر كلمة، نحن نعيش في هذا المجتمع مش كده؟ أتمنى ألا تكون سلبي. يعني مش سلبي، يعني احنا الناس السيتيزن اللي له حق التصويت في انتخابات روح صوت، يس أو نو، إيه المشكلة يا أخي؟ خليك فعال، اهتم بقضايا المجتمع اللي انت عايش فيه. هو احنا عايشين ناكل ونشرب وخلاص؟ انت في بلد في ضرائب ادفع، في مشاكل ادخل حل، في خير خد، ولا احنا عايشين ناخد في على الول فير بس؟ احنا عايشين فين في المجتمع ده؟ ما قيمتنا في هذا المجتمع؟ هل احنا بنؤثر فيه او لا نتأثر فيه؟ غير المسلمين اثروا في هذا البلد اكثر من المسلمين. انا اقول كلاما اعي ما اقول جيدا، ينبغي على المسلمين ان يتفاعلوا في هذا البلد، أن يكونوا كتلة متحركة مؤثرة في الخير. مش أنت عشت في البلد ده أكلت من خيره، أدي بقى الضريبة اللي عليك لهذا البلد وتحرك فيه وأدي دورك حتى يرى الناس الإسلام الحق. أكرر، يرى الناس الإسلام الحق، الإسلام السمح، الإسلام السلام. إسلامنا اسمه السلام، وديننا دين السلام، وتحيتنا السلام، وآخرتنا اسمها دار السلام. ليه احنا مش موصلين رسالتنا؟ لماذا هذا المجتمع لا يعرف حقيقة ديننا؟ العيب ليس في هذا المجتمع، فقد أدى ما عليه وكفل الحرية للجميع ليعرفوا بأنفسهم. أما نحن فالذين تقاعسنا، أختم بهذه الكلمة، يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. أختم وأقول الإسلام قضية رابحة، قضية كسبانة، بس المشكلة أن المحامي محامي فاشل، المحامي مش عارف يقدم الأوراق، لكن القضية كسبانة. إسلامنا دين رابح والله، الكل يعرفه، ومن عرفه لأول وهلة أحبه وعلم أنه دين الطهر ودين العفاف ودين السلام ودين المحبة، هذا هو ديننا فاعلموه، وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم فأحبوه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا اليوم أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره عتقا من النار يا رب العالمين. اغفر لحينا وميتنا وانسانا وذكرانا وغائبنا وشاهدنا، اغفر لجميع المسلمين، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها،
اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين المستضعفين في اليرموك وفي سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي كل بلد من بلاد المسلمين، اللهم احفظ الدماء وصون الأعراض يا رب العالمين، ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا أكرم الأكرمين، اجعل بلادنا أمنا وأمانا، سلما وسلاما، اجعل بلادنا أمنا علينا، اجعل بلادنا سلما على أوليائك وحربا على أعدائك، من أراد بالإسلام والمسلمين وبلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالبلاد شرا فاجعل كيده في نحره يا كريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.